كيف تنظرون الموضوع اليوم؟ هذا موضوع شائك وموضوع سياسي. يعني احنا دائما المكونات هي الأقليات، هي من المكونات الأساسية في المجتمع العراقي، يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار. يعني ما هم غرباء، الأقليات ما هم غرباء، هم أفراد لكن ما عندهم العدد الكافي اللي يقدرون يصعدون للبرلمان إذا كان على الإقليم أو على البرلمان العراقي. فنأمل أنه يعدلون هذا الشيء حتى على الأقل يكون إن تمثيل صحيح في البرلمان إذا كان في الإقليم أو في البرلمان العراقي. أهلا وسهلا بك. الأب يونان الفريد، الوكيل العام لمطرانية روم الأرثوذكس في العراق. أهلا.